مش انا كنت هون. مين؟ انا بعمل برونزاج. لا عفريت بيعمل تان كمان. جوست رايق. صار شي معكم امبارح؟ اوه حاجات كتير بس مش هينفع احكي لك عليها خالص. عن جد عم تحكوا؟ الي؟ اسالي الي، كل شوية نصحى نبص انا لبعض، نضحك الي منها. بليز. الي ايه او لا؟ بليز. عن جد؟ بليز. او ماي جاد. لا بليز. نحن بس ثلاثة اليوم. ليه؟ شايفة شعري واقف ازاي؟ شايفة شعري واقف ازاي؟ ليه؟ ده شعري بني ادم طبيعي واقف عادي؟ ده واقف من الخوف. في حاجة ممكن يعمل كهرباء خايف. كنت خايف. وقف. فاكرين بهرج امبارح يا ابني كل خمس دقايق نصحى وانت نبص لبعض ونضحك وننام ولا لا؟ وحياة الله. خلاص بقى الغسالة بتشتغل لوحدها. الغسالة سمعت كم مرة صوت الغسالة اشتغل؟ اكيد لا. حد قاعد بيشغلها يعني جاي عفريت جاي يغسل عندنا كمان. خلاص. في عفاريت؟ انا بتذكر الوقت عم عملته هالوين هون صار في عفاريت. لا بس خبروا شو صار امبارح. لا بس اسمع مارسيلو بليز خبروا شو صار امبارح. شو صار؟ قاولت امبارح. هي نحن ثلاث اوكي هلا محمد كان نايم. اوكي. بس انا ومينا وعبد السلام كنا واعيين مش واعيين نايمين ثلاثتنا. واز نوع على صوت هيك وحياة الله. لا مش كده. ايه با با هيك عم قمنا اكيد قلنا مين؟ انه البنات عم يعملوا مقلب فينا. As usual. بس نحن كنا ايه عبد السلام حاضر نزل لتحت وفي حدا قلنا انه اكيد بيكونوا شو رجعوا يعني المحل قمنا رحنا لعندهم تنشوفهم اذا هن بوضعيه بتسمح انه للنكته وللدروبه وهيك طلعوا كلهم نايمين نايمين مبينين يعني صحيناهم خليناهم يحلفوا انه هم منزلوش حلفناهم كلهم انه واحد واحد انه مش انتم رجعنا طلعنا نمنا شي انه نمنا بنسمع ركض على الدرج هيك بنقوم انا ومينا وعبد السلام بطيران لحقين عرفت لحقين الصوت تنشوف مين يعني اي بنت من البنات عم تعمل مقلب بنرجع بنطلع عند البنات كمان ما بيكون في حدا او ماي جودنس فامبارح بنسال الكنترول خوف بنسال الكنترول بيشوفونا نحن شو عملنا بس ما سمعوا اللي نحن سمعناه ونحن ثلاث اشخاص يعني مش نحن شخص واحد بركي مهودس وعارف يعني ايه شافوا الفيديو انه عم بيبرموا شافوا الفيديو انه نحن عم نبرم بالاكاديمية مثل المهابيل بس ما سمعوا صوت اللبيد وصوت الركض على الدرج يعني في شيء جود لك شباب مين طالع يا جماعة؟ انا عم نفسي اطلع كلنا على الفاينل ليه قاعد الفاينل وحده هي بقى بتحب امبلا امبارح كنت عم بقول للبنات نو وي انا نم اذا بضل الفاينل نو وي نم لحالي بالاوضه يعني ما بعرف رح الفاينل مبين لك صراحه بس انا رح نم ما بعرف حلال عليك مبروك عليك حياتي او ماي جاد ناس يعني ليه ما بعرف شو بدي اقول لك بس جود لك لانه هالقصص غير انه في لمبه بقلب بالليفينج روم لمبه بقلب الليفينج روم عم تضوي تطفي كل الوقت هيك سسبنس سسبنس هيدي كهرباء يا انتوا مش تعالي بصي في الخرمة تعالي خلص قومي طب بصي ليه قومي هوريكي ما بقى فينا نايمين بخاف بس انتوا ما عرفتوا شو صار امبارح مع غادة كنا نايمين اوكي كنا هيك ثلاثتنا هيك انا وغادة كنا هيك تحت هيدي بعدين طفوا الضو او ماي جاد فكنا هيك شي 10 مينيتس غادة ها ابتسام لا ما بسمعش صرخي فابنا دغري شوفي غدا قالت شفت شي بعدين ابتسام قالت او ماي جاد الشباب لهيك قالوا عن جد حتى لنا شي ساعه تنخفى انا كل وقت هي ساعه كانت شي 2 امبارح ايه هن شي 4 الصبح